بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا متابعينا الكرام، طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير في صباح هذا اليوم. خامس أشواط هذا الصباح تجرى انطلاقته قبل قليل بهذا الاندفاع والانطلاق في سن الحقائق. خاص هذا الشوط بالإبكار ضمن فعاليات مهرجان المرموم الختامي في هذه الانطلاقة. يحمل الإبكار، يحمل الشعارات، يحمل الكثير والكثير. نبحر في عمق الميدان مع هذه الدانات، مع الأصايل ومع الأصالة، مع تحديات هذه الانطلاقة. نشوف المركز الأول مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام، تسيطر على مقدمة الشوط، وهذه شهب على المركز الأول. سلطان بن حميد بن حمد العويسي تتقدم على مقدمة الشوط وتقود هذا المسار، بينما المركز الثاني ثاني المراكز هذه إنجاز راشد بن عبد الله راعي الطيره العامري على ثاني المراكز. المركز الثالث مشاهدي الأعزاء مع نهيان بن حمد بن أسود العامري على ثالث المراكز. المركز الرابع من الجانب الآخر، الغدوم والتحدي في هذه الأثار الحاضرة في المرموم في هذه الانطلاقات. هذه الفاتنة عابر بن خلفان الهاملي على المركز الرابع. المركز الخامس نهب حمدان بن معيوف بن سالم الدرعي. والمركز السادس سادس المراكز، شوف اللي وصلت وتقدمت، هذا محمد بن سالمين بن مبارك العامري. والمركز الثامن ثامن المراكز، شوف سيطر احمد بن محمد بالعوضي المنهالي. والمركز الثامن مباشره سيف بن عيسى بن مطر الفلاحي. والمركز التاسع أشوف الانطلاق من نجوم تقدمت، مسفر بن محمد بن مسفر اليامي. والمركز العاشر هذه اللي وصلت في عاشر المراكز وتقدمت الشبابية، حمد بن راشد بن نايع الغفلي في هذا الاندفاع في هذا الشوط المليء بالأسماء، المليء بالشعارات، في هذا السيل، في هذا الكم، في هذه الانطلاق في سن الحقائق، في الرقص الجميل. المرموم هذا العام غير المرموم، غير في كل ما يقدمه، في كل الانطلاقات، في كل التواقيت، في كل التنظيم، في كل الجوائز، في كل الصدر الرحب، في كل شيء في دبي. المرموم في دبي على الرحب والسعة. نعود عبر شاشة دبي ريسنج، عبر شاشة ياس، عبر هذا النقل الحقيقي، نعود إلى المركز الأول. ننطلق مع المقدمة، شهب على المقدمة، سلطان بن حميد بن حمد العويسي، أحد شباب السلطنة القادم في دبي، القادم إلى المرموم. المركز الثاني بن سالمين يقدم منهج، بن سالمين العامري، محمد بن سالمين العامري أبو صالح يقدم منهج في هذا الانطلاق. المركز الثالث ثالث المراكز رقم أربعة هذه نهب حمدان بن معيوف بن سالم الدرعي. نعم الدرعي الله الله، شوف اللي تدخلت أول ندى، جمايل يا جمايل، سالم بن يابر بن راشد المري والكيلو الأخير. شوف الانطلاقة، الدرعي غير إلى المقدمة، راعي نهب وبن سالمين العامري. ولكن شوف اللي غيرت جمايل، شوف راعية الجمايل سالم بن جابر في يوم الجمايل، سالم بن جابر بن راشد الهدي المري خلاص.
خلاص يا اخوي خلاص ما في هدوء، راحت راحت، وين سلاماتنا يا جماعه؟ الدوحه يا الدوحه يا الدوحه، سلامات يا المري. الله يا جمايل، الله يا جمايل، انفردت في الامتار الاخيره، انفردت، قدمت العرض، قدمت النهايه القويه، قدمت هذا. وين السلام؟ المملكه قالوا المملكه، تصحيح على السلام لاهل المملكه، يستاهلون. سالم بن جابر بن راشد آل هدي المري يقدم جمايل، وهي تجملت، اشكرك انها تجملت وانفردت عن البقيه بأداء ونهايه قويه. المركز الثاني من وصلت فيه الظبي الى راشد بن سلطان بن سيف المنصوري، والمركز الثالث من وصلت في ثالث المراكز، وهذه سمحة لعبد الله بن نايع بالشاوي الغفلي. المركز الرابع، المركز الرابع من تقدمت مشاهدي العزاء، هذه نهيان، هذا نهيان بن حمد بن أسود العامري. الخامسة يا الحبسي، الخامسة، المركز الخامس وصلت فيه نهب لحمد بن معيوف بن سالم الدرعي. التوقيت الزمني مشاهدي العزاء وهو الأفضل في صباح هذا اليوم بهذا الأداء الجميل، 5 دقائق 47 ثانية وتسع أجزاء من الثانية، قدمت هذا العرض الجميل وهذا التوقيت الأجمل جمايل سالم بن جابر بن راشد الهدي المري. تهانينا. المركز الثاني، المركز الثاني مشاهدي العزاء، 5 دقائق 53 ست أجزاء من الثانية، من حلت في المركز الثاني الظبي، الظبي راشد بن سلطان بن سيف المنصوري في الأمتار الأخيرة. المركز الثالث 5 دقائق 54 بالوفاء والتمام، في حلت في المركز الثالث مشاهدي العزاء، هذه سمحة لعبد الله بن نايع بالشاوي الغفلي. هكذا كانت النتيجة. تهاني.